للشياطين الحمر. يلحقها تاني شكري قبل ما تطلع ركنية من جديد، يلحقها ويرفعها من الحركة وفرصة جول. جول طلع 4-2 النادي الأهلي. لسه كنا بنتكلم، لسه كنا بنقول هل التاريخ هيعيد نفسه ولا إيه؟ كانت 4-0، كانت 4-0 قبل كده، بقول لكم في المباريات السابقة، في المباراة الفاصلة في الدوري 94 وأيضا كان في مباراة قبل كده، كان الفريق متقدم 4-0 وينجح الفريق المتأخر إنه يسجل 3 أهداف. الآن 4-1 ويسجل طلعت هدف ثاني تبقى 4-2، تقترب النتيجة، تتحسن النتيجة للنادي الأهلي ويتحسن السكور. محمد طلعت بمتابعة رائعة ووسط زحمة رهيبة جدا من مدافعي ومهاجمي الفريقين، طلعت يصطادها يسددها والكرة في الشباك الإسماعيلوية.